طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وهادينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نواصل فيما بدأناه في الصايد بتاع اللي هو تصميم مواقع الويب الديناميك ويب بيج. كملنا جانب بتاع الداتا بيس، هنمشي ل اللي هو الواجهة حقتنا. طيب يا جماعة، كأي دي عبارة عن تمبلت، كل مرة أنا بعمل كوبي منها وبحاول بنسق اللي هو التفاصيل دي. طيب بمشي هنا، نعمل كنترول A وبعد كنترول C وبعده انه نعمل كنترول N عشان نعمل صفحة جديدة، يعني ما محتاج لانه كل مرة اعمل تصميم ل اللي هو المشروع حقنا، لا ما محتاج للحاجة دي. بس انه ال A دي بس بعمل لها كوبي، وهنا نعمل كنترول A وكنترول V اللي هو الصفحة الثانية، هذه بتكون بنفس التنسيق، وبعده نحفظها. ممكن نسميها مبدئيا دايرين نضيف ضفعة وتخصص، دايرين نضيف ضفعة وتخصص، دي ممكن نسميها صفحة بتاع الدفعات اسمها باتش دوت بي اتش بي، او ممكن نسميه انسير باتش، او اي مهم كنترول باتش، او اي حاجة من الحاجات دي. وبعده نعمل لها اللي هو سيف. لو عايزين نعرض الصفحة حقتنا على مستوى المتصفح، ممكن نمشي هنا اللي هو نمشي للسيرفر حقنا، وبعده نمشي لأول خيار اسمه لوكال هوست. في اللوكال هوست يا جماعة هنا بيقول لك يور بروجكت، يور بروجكت ضغطه عادي، وبعده هنا قال لي ان دي اي وان دي باتش، نمشي للباتش، وده اللي هو التصميم بيظهر لنا هنا على مستوى المتصفح بالطريقة دي. اوكي، كلام جميل جدا. نرجع للبرنامج بتاع دريم ايفر، وهنا في السايد بتاع اللي هو في السايد بتاع اللي هو وين نحنا ترد يكون نحنا قاعدين في الكونتين يا جماعة، في الكونتين، في الكونتين هنا، وبعد نمشي لإنسير تيبل، عايزين نعمل صفحة إنه من خلال أقدر أضيف الدفعة. طيب الدفعة هنا مفترض يكون عندي كم كولم، اثنين كولم، وكم رو، ثلاثة رو، ثلاثة رو، ثلاثة صف واثنين كولم. ممكن اللي هو الكلام ده يجيني في اتجاه النص، ممتاز جدا، هنا في السنتر، وبعد هنا ديل ممكن ادمجهم يا جماعة سوا، ديل ممكن ادمجهم سوا من هنا، وبعد ذاك نمشي لرو هنا نخليها واحد ويكون قاعد في النص. هنا ما دايرين الكلام كله يكون في النص، بس مبدئيا كده. دي مثلا اضافة دفعة، ممكن دي نسميها اضافة دفعة هنا في اسم الدفعة. طيب قبل الكلام ده مفترض نحدد الجدول ونعمل له كنترول اكس عشان نعمل فورم اول نموذج. بنمشي لانسيرت وبعده فورم، وبين فورم نختار فورم، وبعده نعمل كنترول في في داخل الفورم. كلام جميل جدا. هنا نضيف الانبوت، نضيف الانبوت عشان انا اقدر اضيف الدفعة، يعني اكتب اللي هو الاسم بتاع الدفعة عادي. نمشي لانسيرت، من انسيرت نمشي فورم، من فورم نمشي للخيار رقم 2، ودي نسميها ب الاسم البرمجي بالنسبة للفلت حقي او التكس فلت حقي، نقول له بي نيم اللي هو اسم الدفعة، ممتاز بي نيم. هنا يا جماعة نعمل اللي هو زر insert form، حاجة اسمها button، ممكن نسميها اوكي او insert، يعني ما عندنا اشكال. دي هنا ممكن نغيرها بدل submit نسميها اضافة، نحول اللغة للعربي، اضافة دفعة جديدة، ممتاز جدا. كده نحنا جهزنا الفورم. ممكن الجدول كله احاول اشيل الاطار على مستوى الجدول، ممكن نخط المؤشر هنا، وبعد نمشي لتيبل، وبعد هنا البوردر يكون كم يا جماعة؟ يكون صفر. العلامة بتعدي يا جماعة بمعنى انه نحنا عدلنا في الباتش وما عملنا سيف. ممكن نمشي فايل وبعد ذاك سيف، وبعد امشي المصفي واعمل لها ريفريش عادي. طوال شنو يا جماعة؟ بيفتح لي نموذج بالطريقة دي اللي فيه شنو يا جماعة؟ اضافة دفعة، ولو ضفت يعني ما بيجيب لي، لو ضفت ما بيجيب لي حاجة، ما في اشكال يعني، ممتاز جدا. طيب
الباقي شنو يا جماعة؟ الباقي في إنه نبدأ في الأكواد البرمجية حقتي، نبدأ في الأكواد البرمجية حقتي، ودي زي ما ذكرنا إنه ممكن نعملها باي كود، ممكن نعملها باي وزر اللي هو برنامج الدريم ويفر، من ضمن البرامج الممكن اللي هو تعمل لي الحاجات دي. لكن مبدئيا ننسق يا جماعة الكلام ده عشان يكون منسق عادي من غير أي مشاكل. أنسق ده اجيب النص والحجم برضو عندنا الحجم عندنا فونت سايز ممتاز جدا كده نوعا ما منسق نوعا ما منسق بنخليها 300 ممتاز ممتاز جدا. نعمل كنترول اس وبعد ذاك نمشي نعرض الكلام ده في المتصفح نعمل اف 5 بيجيب لي الكلام ده بالطريقه دي. طيب بعد يا جماعه نمشي للجانب بتاع الاتصال مع قواعد البيانات انه دي اقدر اتصل بها كيف في قواعي اللي هو البيانات حقتي. طيب بالنسبة للناس الديزاين حقه ما ظابط ممكن نمشي لهنا وريسيت ديزاينر بيرجع لي الكلام ده زي ما هو نعمل يس ممتاز وبعده هنا الفايل دي اظهرها عادي من غير اي مشاكل. وبعد يا جماعة امشي الويندوز اظهر اللي هو الجانب بتاع الداتابيس هنا وبعد ذاك هنا في الداتابيس نعمل له كليك توالي شنو يا جماعة بيختفي او بيظهر معي الجانب بتاع الداتابيس. هنا في علامة الزائد وبرضو نمشي لماي اس كيو ال كونكشن. هنا في مجموعة من الحاجات مثلا شنو يا جماعة اعملها. اول حاجة انه الاسم الاتصال ممكن اسميه كون هنا ممكن اسميه كون 1 ممكن اسميه كونكشن. هنا اما بالنسبه للسيرفر اسمه لوكال هوست لوكال هوست. اما اللي هو اليوزر نيم اسمه روت يا جماعه اليوزر نيم اسمه روت ما عنده باسورد. وبعد ذاك نمشي للجانب بتاع الداتابيس لو الاعدادات حقتك صحيحه طوال الداتابيس يا جماعه بتظهر معك من غير اي مشاكل. وبعده بعمل اتصال بعمل تيست يا جماعه للاتصال تيست قال لك انه كونكشن واز ميد سكسسفول وبعد نعمل اوكي كده ده الاتصال. لما نفتحه يا جماعه افتح التيبل بيوريني يا جماعه الجداول اللي هو حقتي بل انه بيوريني شنو يا جماعه الحاجات القاعده في التيبل. طيب وبرضه يا جماعه مثلا لو مشينا هنا كونكشن ومشينا كون ومشينا للكود بيجيب لي يا جماعة الكود بتاع الاتصال بيجيب لي الكود بتاع الاتصال. هنا عندنا اللي هو لوكال هوست وبعده عندنا كوليدج وبعده عندنا اللي هو اليوزر حق اللي اسمه روت وبعده اسمه هنا يستخدمه اللي هو الطريقة بتاعت اللي هو ماي اس كيو ال ماي اس كيو ال بي كونكتد. يعني عبارة عن دالة فيها أربعة بارامتر فيها أربعة بارامتر فيها هوست نيم وفيها يوزر نيم وفيها الباسورد ثلاثة بارامتر أقصد وفيها اللي هو التفاصيل دي. جميل دي قال باقي انه شنو يا جماعه نعمل الكود بتاع الاضافه نعمل الكود بتاع الاضافه بالنسبه للدريم ويفر. بمشي لسيرفر بيهيفير وبعده اللي هو انسيرت ريكورد في الزايد انسيرت ريكورد ومن انسيرت ريكورد مفترض يا جماعه نختار insert record. في insert record هنا مفترض احدد نوع الاتصال
طيب وانا داير اضيف نوع الاتصال هنا كون، وهنا اختار الجدول. هنا ما داير نضيف الطلاب، هنا عايزين نضيف الدفعات مبدئيا. وهنا قال لك ده الحقل الاول بي اي دي القاعد في الداتابيس بيقابل شنو، قال لنا دي برايمري كي ان يوسيد، وهنا البي نيم بيشيل معلوماته من الواجهه دي او من الواجهه دي، يشيل من الانبوت دي. الانبوت اسمها شنو؟ بي نيم، يعني نفس الموجوده في شنو في الداتابيس دي، بتاع الداتابيس. ودي قال لك فورم دوت بي نيم، يعني دي اصلا بتاعت البي نيم. اوكي اها. طيب بعد الاضافه، بعد الاضافه يمشي وين؟ مفترض يكون له انه اللي هو بي دون، يعني انه ده تم بي دون دوت بي اتش بي. بعدين ننشا بي دون دي يا جماعه ونشوف الحاصل فيها شنو، نعمل اوكي كده. طيب في نفس الزمن يا جماعه نمشي ننشئ لنا كنترول ان، كنترول ان، امشي للاي، نعمل كنترول اي كنترول في، لا نرجع للاي حقتنا عشان شنو يا جماعه نشيل التنسيق بتاعنا اللي احنا عملناه سابقا. في الاي كنترول اي كنترول، لا هنا كنترول اي كنترول سي، وبعد هنا اللي هو كنترول في كده اللي هو البي نيم ظبطت. نعمل كنترول اس ودي نسميها بي دون، بي دون دوت بي اتش بي، يعني انه لما الموضوع بتاع الحفظ يتم يجينا بالسايد ده. اوكي كلام جميل جدا. طيب هنا في الجزء بتاع الكونتين ضروري انه اكون قاعد في الجزء بتاع الكونتين هنا، تمام. وبعد اقول له انه تم كنترول واي هنا في الكونتين، ممتاز. امشي للديزاين، تم إضافة الدفعة بنجاح، تم إضافة الدفعة بنجاح. وبعده يا جماعة ممكن ده الكلام ده أجيبه في المنتصف، ممتاز جدا، ما عندي ما بيكون عندي إشكال في السايد ده. بعمل كنترول إس، وهنا برضه يا جماعة اعمل كنترول اس، اعمل كنترول اس. طيب بمشي للدفعه دي هنا، بعمل سيف، طيب نبدا بالدفعه الاولى، الدفعه الاولى نعمل اضافه. طوالي قال لك تم إضافة الدفعة، لما نمشي للداتابيس في الجزئية بتاعت الدفعة اللي هو ظهر لي الكلام ده، ظهر لي مشكلة يا جماعة بتاعت لغة عربية هناك في الملف، في الكود بتاع الملف ضروري انه انا اضيف في الكود بتاع الكونكشن، ضروري انه اضيف كود صغير كده عشان شنو يا جماعة يفهم اللي هو الاكواد بتاعت اللغة العربية. هنا بس نكتب شنو يا جماعة، نكتب ماي اس كيو ال، ماي اس كيو ال، نعمل اللي هو اندرسكول سيت. دي هي دالة اسمها تشار سيت، تشار اللي هو سيت، وبعد ذاك تشار سيت مجرد ما انا كملت الاسم بتاع الدالة اللي هو الشكل يتغير. طيب في تشار سيت يا جماعة عندها اثنين بارامتر، البارامتر الاول اللي هو نوع الترميز حقي اللي هو اسمه شنو يا جماعة، يو تي اف 8، وبعد الاتصال حقي اللي هو الاسم بتاع الاتصال حقي اسمه شنو يا جماعه، او الكائن بتاع الاتصال حقي يا هودا اسمه شنو يا جماعه، اسمه كون، اسمه اللي هو كون، كون كده انا كملت الكلام ده. نعمل كنترول اس في الكلام ده، وهنا برضه يا جماعه ممكن ارجع اكتب الكود حقي يا جماعه اسمه شنو، اسمه دبل كون، ما كون ساي، دبل كون
معلش نعمل كنترول اس هناك برضه ظهر لي قال لي ما فيه من الكلام ده. ممتاز كده ما عندي اي خطأ. هنا بدل الدفعة الاولى ممكن نكتب شنو يا جماعة الدفعة الثانية. الدفعة الثانية اضافة ترجع للداتابيس نمشي للباتش بنلقى انه يا جماعة فهم لي الجزء الاول او الدفعة الثانية يعني بقى ما عنده اشكال مع اللغة العربية لما نضيفنا له اللي هو ماي اس كيو ال سيت اللي هو تشار سيت ودي نعددها عادي نقول الدفعة اللي هو الاولى. ممتاز جدا كده نحن عملنا الكود بتاع اللي هو بتاع الهنائي. طيب دي هنا يا جماعة برضو ممكن نعرض الكلام ده بس ما عايز المحاضرة تكون طويلة شديد. نحاول نوقف هنا ان شاء الله في المحاضرة البعدية نواصل فيما بدأ.